طيب احنا دلوقتي في اليوم الثالث من الكورس بتاعنا، فابتدينا نسجل وهرجع تاني اقول لحضرتك على السؤال اللي احنا بنتكلم عليه الاوفلاين. هنتكلم على الاجزاء المتبقيه من البرودكتس من البلاننج اوتبوت وديليفربلز، واحنا وقفنا عن ديفاين بروجكت بلان. فكان باشمهندس بيسال هو يعني ايه، باشمهندس محمد مصطفى بيسال هو يعني ايه البلان تبقى دايناميك مش ستاتيك. دايناميك بمعنى ان هي بروجريسيف الابوريتي، بمعنى ان فيها فلكسبيليتي، بمعنى ان انت تقدر تغير في طريقه التنفيذ، تغير في السيكونس بتاعك، تغير في الديوريشن بتاعك بدون ما تاثر على المين مايلستون بتاعك. دايناميك بمعنى ان انت بتبدا في الاول بتبقى هاي ليفل وبعدين يحصل بروجريسيف الابوريشن. تبدا مثلا في السكيدول، ادي لك مثال على السكيدول مش بلان كلها، ب 1000 اكتيفيتي توصل ل 5000 اكتيفيتي. دايناميك بمعنى ممكن ان تبدا البلان بتاعتك على ليفل 3 من ال WBS وبعدين تروح رايح ليفل 4 و5 و6 احيانا. فده معنى كلمه الدايناميك. ومن هنا احنا بنتكلم النهارده على ربط البلانز وربط البروجكت مانجمنت بالاجايل ميثودولوجي، الاجايل مايند سيت، لان معظم شغل الكونستراكشن بالذات يعني بيشتغل على اساس انه بلان دريفن، يعني عنده خطه وبيمشي على اساسها وبيشتغل. لكن الاجايل بيتكلم على انه تشينج دريفن، قابل للتغيير، ما انتش ماشي بخطه واحده واضحه ولكن عندك من فوق خالص فيجن لمجموعه ريليزز للبرودكت بتاعك، بتاخد كل ريليز تعمل له ستوريز وتعمل له اكتيفيتيز وتشتغل بسبرنتات علشان تقدر تكون وانت شغال يبقى اتريتيف متكرر، تطلع حاجه احسن ما يمكن. فده الجزء بتاع الستاتيك والدايناميك. طيب احنا بنتكلم دلوقتي على الديفاين بروجكت بلان، هي احد الديليفربل يا جماعه اللي احنا بنعملها زي ما شفنا كده من شويه في صفحه 27. احنا الجزء بتاع البلاننج بنتكلم فيه على مجموعه ديليفربل، 13 ديليفربل المفروض انه يطلع. اول حاجه عملناها كانت ايه؟ مين فاكر؟ بعد الداتا والكونسيدريشن وكذا، اول حاجه عملناها ايه؟ شفنا السكوب اوف ورك، مش كده؟ هاي ليفل ولا ديتيل؟ هاي ليفل الاول وبعد كده يحصل له بروجريسيف الابوريشن. مين اللي كان مسؤول عن الكونسبشوال سكوب؟ قلنا الكلاينت اون. طيب بعد كده حددنا ايه؟ الجولز والاوبجكتيفز. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنشتغل على البلان. هي ايه البلان؟ البلان اقصد بيها الرود ماب بتاعتي. البلان هي اللي بتوجه كل الشغل بتاعي بعد كده، توجهني عشان اقدر اعمل ورك بريك داون ستراكشر واطلع مور ديتيل سكوب، توجهني عشان اقدر احط الريسورسز اللي هيحتاجها كل شغلانه موجوده في دبليو اس، توجهني علشان اقدر اعرف المين مايلستونز والاكتيفيتيز بتاعتي اون هتبقى ماشيه ازاي. اذا انا عايز رود ماب، فده البلان بتاعي. علشان كده البلان لما تخلص هتكون هي البيز لاين بتاعي لقيس بيه يا جماعه البرفورمانس. ولذلك لازم نكون فاهمين التشينج مانجمنت بيمشي ازاي. لما نيجي نعمل بلاننج لازم يكون عندنا من ضمن البروسس اللي موجوده في البي ام او التشينج مانجمنت بروسس والتشينج مانجمنت بلان، يبدا منين ويروح لفين ومين اللي يدي ابروفال عليه وازاي ممكن يكون في فورمات معينه نستخدمها لاي تشينج. لازم نكون حاطين الميجرمنتس، طريقه القياس اللي هنقيس بيها ايه؟ هنستخدم ايرلد فاليو ولا هنعمل ايه؟ بعد شويه هنتكلم على الفيزز از وان اوف ذا اوتبوت فور البلان. لانك لما بتقسم المشروع الى مراحل هنتكلم عليه بعد شويه بيكون مور مانجبل ومور يعني مور مانجبل مور كنترول. وهنتكلم كمان على السيكونس اللي ما بين الفيز، يا ترى في اوفرلاب بينهم ولا بيكونوا ماشيين ورا بعض. واند وي هاف تو كونسيدر الريسك بلان، جزء من البلان بتاعي ان انا هكونسيدر الريسك بالانسرتينيتي بتاعكم. طبعا البيز لاين ده هيكون في سكيدول بيز لاين، يكون في سكوب بيز لاين، يكون في بادجت بيز لاين، وجزء من الاوتبوت هنتكلم على استيميشن للكوست ونتكلم على طرق الاستيميشن بتكون ازاي. في جزء مهم جدا في البلان وهو الفوركاست والبريودك ريبورتنج. بنحدد في البلان على حسب العقد
ايه الفوركاست اللي مطلوب، هو 2 ويكس لوك اهيد ولا 4 ويكس لوك اهيد ولا 2 مانس ولا ايه، والفتره بتاعتك يتقدم كل قد ايه، يتعمل ابديت كل قد ايه. يبقى اذا الكي بوينتس لموضوع البلان دوت ان احنا السكوب اوف ورك هو اللي بيساعدني، اللي انا بعمل له يعني ايدنتيفيكيشن اثناء الشغل بتاعي، هو اللي بيساعدني ان انا اديفلوب البروجكت بلان. البروجكت بلان هي الرود ماب بتاعتي. البروجكت بلان بتتاثر بالاورجنايزيشن بوليسي وبروسيدير. لذلك لما خدنا في البي ام بي ام بي كان عندنا حاجه اسمها او بي اي اورجنايزيشن بروسيس اسيتس، تحتوي على البوليسي بروسيديرز علشان اقدر اعرف الاستراتيجيات اللي هشتغل بيها. البيز لاين بلان بعد كده هو اللي هنستخدمه علشان نمشي ونشتغل المشروع بتاعنا، لكن ما يتغيرش الا اذا كان في سبب كبير للتغيير، الا اذا كان في موافقه من الكونسيرن ستيك هولدر. دول الكلمتين اللي احنا قلناهم دلوقتي. يعني قلنا البروجكت بلان هي الفاينل اوتبوت اللي هيطلع معانا في الاوتبوت دوت او الدليفربل ده. قلنا البروجكت بلان بيحصل لها ايه؟ شايف نمره 2 هنا مش عارف مصطفى، ايفولفز تتحول الى بيز لاين. بيز لاينز الحقيقه لان جواها ثلاثه بيز لاينز، والبيز لاين بلان ده يديني فريم ورك للميجرمنتس. دي الفائده بتاعت البلان، ان انا اقيس بيها واعمل ايفالويشن. والبروجكت بلان هي اللي انت بتتصل عليها دايناميك. عليكم السلام. ليه دايناميك؟ لانها سايكلينج. تعمل بلان للمرحله الاولى والمرحله الثانيه والمرحله الثالثه. اتفضل. لو احنا قسمنا المشروع بتاعنا الى اي بي سي، بعمل بلان للانجينيرنج، بعمل بلان للبروكيورمنت، بعمل بلان للايه؟ للكونستراكشن. طيب هل البلان اللي بعمله انجينيرنج ما بيتغيرش؟ لا، ده ممكن جدا انه يحصل له اتريشن، يقدر ان هو يكون متغير، ولكن التغيير قلنا ما يحصلش الا اذا كان في سيجنيفيكانت ريزون. البيز لاين ده مقدس. اتكلمنا امبارح على بعض الكونسيدريشن، السايد كونديشن واللوجيستيك، دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون سبب في التغيير. ولكن التغيير مين اللي وافق عليه؟ سبونسر. كلنا عارفين في عندنا سي سي بي تشينج كنترول بورد، هم اللي مسؤولين عن موضوع التغيير للسكيدول او للسكوب او للكوست او للكواليتي. فالسايد كونديشن ايوه ده من ضمن الكونسيدريشن اللي اتكلمنا عليه. لا، مدير مشروع ما يقدرش ان هو مش انت مقاول، مدير مشروع بتاع المقاول او مدير مشروع بتاع المالك. مدير مشروع بتاع المالك بتاع المقاول يرفع للمالك. يعني لما تيجي تعمل ريكفري بلان، واحنا هنتكلم عن ريكفري بلان، او تعمل ريفايز بلان ان وان اوف ذا اوتبوت ريكفري بلان وحطيتها بالريسك اخر حاجه، مين اللي يوافق لك على انك تعمل ريكفري بلان؟ وبعدين سؤال، هي ريكفري ولا ريفايز بروجكت؟ بالظبط، هي ريفايز. خلي بالكم من الكلمه دي، الكلمه دي انا فاكر كويس جدا في اجتماع من الاجتماعات وانا بروجكت كنترول مانجر في شركه اني جروب في نيجيريا، وكان المهندس عمرو عبد العزيز. انا شايف اسمه كتير على مش عارف هو ولا مش هو، كان بروجكت كنترول مانجر للسيستر كامباني بتاعتي. واحد تاني مش عارف. عمرو برده كان بروجكت كنترول مانجر لشركه سايفن. سايفن احد شركات اني جروب. اني ديت مجموعه شركات، انا كنت شغال مع اجب، هو شغال مع سخر، فهم كانوا الكونتراكتور بتوعنا واحنا البروجكت مانجر. فاحنا قاعدين في الموقع وفي السايت ميتنج، هو عايز يحط في المينتس اوف ميتنج ريفايز ولا ريكفري؟ ريفايز بلان. وانا بمثل الملك عايز احط ايه؟ ريكفري بلان. لان هو انا لو وافقت له على ريفايز بلان هيروح خابط لي كليم على طول، تايم وكوست وبتاع وده. طبعا كل واحد بيحاول ان هو يفلسف الاسباب بتاعته لمصالح شركته، لكن في الاخر بيعملها سهل الصحيح. فهنا موضوع الريفايز بروجكت بلان اللي بنتكلم عليه دوت هو اللي هيكون النيو بيز لاين ميجرمنت. لو وافقنا على ريفايز، لو وافق البروجكت مانجر اللي من عند المالك للبروجكت مانجر من عند المقاول على ريفايز او ريكفري، ساعتها تقدر تغير البيز لاين بتاعك. انما ريكفري مش ما فيهوش تغيير البيز لاين. ريكفري انت بتريكفر علشان تاخد نفس البيز لاين، تلحق نفس البيز لاين. حد عنده اي سؤال؟ هو انا ماشي ازاي اطور
بس مش بس الاسكيدول. مش يعني انت الكلام انت قلته ده برضو معظمه اسكيدول. رود ماب، معلش قلت لك هي رود ماب. رود ماب هي دي البلان بالظبط، بحط السيكونس وبتبقى البرفورمانس بتاعي البيمنت بتاعي بقى على اساسها بالظبط، واخد منها الكلام ده واعمل سكيدول. لان انا بعد شويه هقول لك ان بعد ما يبقى عندي الرود ماب البلان هشتغل على الفيزز، هديفاين الفيز، وبعد كده هديفاين الورك بريك داون استراكشر، وبعد كده هديفاين الاو بي اس والريسورسز واركبهم على بعض، علشان كل ده في البلاننج ده بلاننج كده، كل ده يأهلك انك تعمل سكيدولينج بعد كده. خلاص؟ طبعا احنا لما نيجي نشتغل في الحياه العمليه ما بنشتغلش بكل التفاصيل دي، بتبقى متجمعه وموجوده في دوكيومنتس، لكن ده البروفيشنال، ده اللي فعلا انت محتاج انك تشتغل بيه، انت عايز تطلع البرودكت دي كلها ويبقى عندك كده في بروسيس وبروسيجرز وورك فلو علشان تمر على ال 13 اوتبوت اللي بنتكلم عليه ده. طيب تعالوا نشوف السؤال كده بيقول ايه؟ What is the purpose of project plan؟ سؤالك بالظبط يا باشمهندس، والاجابه قدامكم. البروجكت بلان بتدي لك ايه؟ رود ماب، عشان البروجكت تيم اثناء البلاننج بروسيس يقدر يكمل بقيه الشغل بتاع السكيدولينج والاذر سبسيدري بلانز. في فرق ما بين البروجكت بلان وفي فرق بين البروجكت مانجمنت بلان. البروجكت مانجمنت بلان فيها التفاصيل بتاعت كل حاجه، فيها تفصيله بتاعت السكوب، فيها تفصيله بتاعت الكوست، فيها تفصيله بتاعت التايم، لكن دي بروجكت بلان. نفس الكلام في البروجرام مانجمنت، بنقول في الاول بروجرام بلان وبروجرام مانجمنت. دي بتبقى رود ماب، تبقى فيها جزء فيجن وميشن وبتاع في البروجرام، يعني هنا برضو هتحط الجول، تعرف الاوبجكتيفز، هيبقى ده توجيه لكيف تصل الى الجول الاوبجكتيف. طيب once the project plan becomes a baseline plan, how is it utilized؟ ازاي تستخدم؟ هتبقى بنش مارك. هنستخدمها ازاي؟ البيزلاين بلان ده هيبقى بنش مارك، هيبقى هو الريفرنس بتاعي عشان اقدر اعمل ريبورتنج. اذا البيزلاين بتاعي او البروجكت بلان بتاعتي بقت هي الريفرنس بتاعتي فور ريبورتنج. البيزلاين اللي احنا حافظينه اللي موجود في البريمافيرا ده سكيدول بيزلاين، ده مش بيزلاين بلان. لان بيزلاين بلان في سكيدول بيزلاين، في كوست بيزلاين، في سكوب بيزلاين، في الجزء بتاع الكواليتي مش موجود في البيب بوك عنه ان هو بيقول عليه بيزلاين، بس احنا في جورج واشنطن بيقول تكنيكال بيزلاين عشان السبيكس وغيره. يعني في جورج واشنطن يونيفرستي وانا بدرس الماستر بتاع البروجكت مانجمنت بنتكلم على اربعه بيزلاين زي البي ام، لان في عندك انت جزء تكنيكال اللي هو السبيكس، فبنقول ان في تكنيكال بيزلاين از ا بارت اوف ذا بروجكت بلان، لان هو الريفرنس هو البنش مارك. When does the project plan get modified؟ امتى بقى؟ طبعا بقى واضح زي ما لسه قايلين، قلنا لما يكون في significant changes في ايه؟ في السكوب اوف ورك. ساعتها نقدر نطلع نيو بلان، بس لازم تكون بتوافق من الكونسيرن ستيك هولدر اللي عنده الاثورتي سي سي بي مثلا. حد عنده اي سؤال على موضوع بلان؟ طيب الفيزز بقى، احنا كنا لسه بنتكلم على الفيزز دلوقتي. الفيزز هي تقسيم المشروع الى بالبلدي كده او بشغلنا بكلامنا باكجز. احنا عندنا بيبقى في باكجز، تقدر تقسم المشروع لباكجز او تقول عليه اي بي سي او بيلد ديزاين وبيلد اوبريت وات ايفر الفيزز بتاعتك، لان الفيزز دي هتساعدك بعد كده انك تقدر تطلع المور ديتيل سكوب، تعمل الورك بريك داون ستراكشر هنشوفه بعد شويه. بنحطه الاول فيزز وبعدين تحتيه الديليفرابل وبعدين تحتيه الورك باكجز. الفيزز ديفينيشن ديت هي اللي بالحقيقه بتساعدني في ان انا ابدا الكوست اسمت ويكون عندي كنترول على السكيدول ويكون عندي يعني ديترمينيشن للريسك اللي ياثر على المشروع بتاعي. من غير ما اقسم المشروع لفيزز هبص الاقي نفسي عاين جوه المشروع، تايه جوه المشروع،
اي حاجه في الدنيا حتى كونسبت عام في الدنيا انت عندك حاجه كبيره كده عايز تسيطر عليها تقسمها حته صغيره مش صغيره قوي من صغيره قوي تبقى اوت اوف كنترول يبقى هتفهم السكوب اوف ورك ازاي من خلال الفيزز يبقى عندك فيزز هتقدر تفهم السكوب اوف ورك تقدر تعرف الاليمنت اوف ورك الفيزز ديت هي البيز بتاعتك علشان تقدر تطلع الورك بريك داون ستراكشر علشان الورك بريك داون ستراكشر دوت يقدر بعد كده على اساسه تعمل كوست استيميشن وسكيدول ديوريشن اسمت ده سمرايزيشن الكلمتين اللي احنا قلناهم نقول الايدنتيفيكيشن للفيز within the scope of work project plan هو شيء مهم واساسي في عمليه البلاننج السكوب اوف ورك بيبقى حاجات كبيره تتقسم لحاجات صغيره زي ما هنشوف بعد شويه طيب ممكن يسالك ازاي على موضوع الفيزز ده وات از فيزز ايه هي الفيز الفيز زي ما احنا قايلين هي عباره عن بيريد اوف تايم لان كل فيز هي ليها بدايه وليها نهايه وتطلع في الاخر ايه تطلع في الاخر ديليفرابلز يبقى اذا مجموعه اكتيفيتيز موجوده ليها علاقه بالفيز انجينيرنج فيز مثلا هيطلع ايه في الاخر درونز بكل التفاصيل بتاعتها الفيز هي اللي هتقودني على اني اعرف السكوب اوف ورك والسيكونس اوف ورك وبعد كده احط الريليشن ما بين الفيزز وبعضها وبالتالي الورك باكج بعض واي از ايدنتيفيكيشن اوف فيزز ان اسينشال برودكت اوف ذا بلاننج بروسيس اسالك هو ليه من الحاجات الاساسيه وانت بتعمل بلاننج ان انت تعمل فيز طبعا علشان السكوب اوف ورك بيفولف انتو جريتر ديتيل فيزز لما تعمل لها ايدنتيفيكيشن الفيزز ديت هي عباره عن المراحل المختلفه اللي بتبقى موجوده في البروجكت والبلاننج which is not phase تعال بقى كده نشوف multiple choice which is not phase engineering concrete conceptual engineering pre construction ايه الحاجة اللي ما هياش period of time ليها بداية وليها نهاية وتطلع deliverables جواها مجموعة activities كتير conceptual engineering ما هياش phase مين اللي قال conceptual engineering محمد؟ ابراهيم؟ موافقين؟ مرحلة في البداية reconstruction يعني ايه مرحلة في البداية صح كونكريت هي بداية ونهاية ماشي كونكريت ايه؟ الخرسانة بس ما قالش لا هي دي على فكرة ما قالكش كونكريت وورك مثلا الار سي كونكريت وورك قال لك كونكريت الخرسانة نفسها ليها بداية ونهاية خلي بالك من الكلام هي مفهومة هنا اللي هي طيب ماشي وايه تاني طيب قول لي ايه تاني الكونسبشن انجينيرنج اللي هو ال الكونسبت ديزاين اللي هو الكونسبشن ديزاين في الاول امام بروجي او كونتراكت دروينج او كده طيب والبري كونستراكشن لا بري كونستراكشن ممكن يكون البيت الفيز بتاعت البيدنج يبقى كله فيز يبقى الكونكريت مفيش غيرها ان هي كلام يعني خرسانة ما قالش يعني انما ما هو برضه ما قالش حاجه على الانجينير ما قالش انجينير ورك برضه بس الانجينيرنج عباره عن ايه؟ معروفه في الترمينولوجي بتاع الناس اللي بتشتغل ان الانجينيرنج فيز ما بتقولش كونكريت فيز انت بتعمل فيز ازاي؟ بتقول السبستراكشر فيز سوبر ستراكشر فيز تقسمها كده لو انت عايز تحط فيز الكونكريت فبتتكلم على سب ستراكشر سوبر ستراكشر انت بتتكلم على هاي رايز بيلدينج صح؟ ما تقولش كونكريت مفيش كونكريت فيز في كونكريت باكج ده نوع من انواع العقد لكن الكونكريت نفسها اعمال الخرسانه نفسها بتتقسم الى مراحل على حسب سب ستراكشر سوبر ستراكشر اعمال العظم مثلا كلها على بعض فهي الحاجة الوحيدة اللي تنفع هنا هي الكونكريت. كونكريت اكتيفيتي نوت بروجكت فيز. طيب تعال بقى نتكلم على الورك بريك داون ستراكشر. وورك بريك داون ستراكشر.
ايه يعني الكلام ده؟ كلنا عارفينه، كلنا حافظينه، سواء بقى خدنا بي ام بي او اشتغلنا بلانر. في بلانر بيشتغل مشروع من غير ما يكون عنده دبليو بي اس، الشكل الهيراركي اللي بيبقى فيه كل الديليفرابل الخاصه بالمشروع، اللي اخر ليفل فيه بنسميه ايه؟ وورك باكج، اللي بناخد بعد كده الورك باكج ديت ونقسمها ونحولها الى اكتيفيتيز مع التيم. محدش بيشتغل من غير دبليو بي اس من زمان، من ايام البروماديرا لما كانت لسه 3 و 3.1. انا ما حضرتش بروماديرا اندر دوس، لكن انا اشتغلت بروماديرا من اول الويندو يعني سنه 95. فكان في لازم يكون عندك ورك اوف انستراكشر، بس كتير قوي بلانر كانوا ما بيشتغلوش ورك اوف انستراكشر لان كان صعب في البروماديرا القديم، وكانوا يعملوا كودنج بدل الدبليو بي اس. فالورك اوف انستراكشر هو الفايده بتاعته انه بيبين لك كل السكوب. اي حاجه في الورك بريكداون ستراكشر يبقى هو ده السكوب، اي حاجه مش موجوده يبقى اوت اوف سكوب، ما هواش بتاعي خالص. ممكن اشوفه في السكوب ستيت، اقول ايه وات از ان اند وات از اوت عشان اعرف الباوندري بتاعتي. طبعا زي ما احنا شايفين هنا ال دبليو بي اس هنا اتقسم لايه؟ دي فايده الفيزز بقى. انت تقدر تحط ال دبليو بي اس بشكل سمارت، يعني تقول والله فيز 1 هي الاعمال اللي تحت الارض، فيز 2 هي الاعمال اللي فوق الارض، فيز 3 هي اعمال تشطيبات وميكانيكال وكذا. فتقدر تحط الشغل بتاعك بشكل سمارت عشان تقدر تعمل عمليه السيكونسنج ليترالي. من غير دبليو بي اس ما عندكش بيزز للريبورتنج. يعني هتريبورت عن التايم او الكوست او السكوب ازاي؟ مفيش دبليو اس مش هقدر ريبورت على كده. طب ده طبعا ده في انواع المشاريع اللي هي بلان دريفن، لكن لو انا بشتغل اجايل ما عنديش دبليو اس اصلا. انا عندي زي ما قلت لكم اول ليفل فوق هو الفيجن بتاع البرودكت بتاعي، اقسمه الى ريليزز 1 2 3، واخد كل ريليز واقسمه الى ستوريز 1 2 3 10، واخد كل ستوري واقسمها الى اكتيفيتيز. يعني بتعمل بالطريقه، تخلص الستوري الاولانيه تشتغل في الستوري الثانيه، تعمل اتريشن تحسن، تروح مطلع الريليز الاولاني من المنتج بتاعك. فهي سوفت وير قوي، لكن يعني بيدخلوها دلوقتي برنس 2 دخلها البروجكت مانجمنت. حد عنده اي سؤال على موضوع الورك بريكداون ستراكشر ده؟ يبقى ال WBS هو الشكل الهرمي اللي بيقسم المشروع الى عناصر المشروع، هو اللي بيلينك الكومبوننتس كلها مع الكوست اسمت ليتر اون والاكتيفيتيز والسكيدول. ال WBS هو اللي بيساعد البروجكت تيم ان هم يحولوا الاعمال الى بلان، ده السامر على الكلام احنا قلناه، وهو اللي بيدي لك بيزس للبروجكت ريبورتنج. من غيره مش هتقدر ان انت لا تجمع داتا ولا تعمل مونيتور ولا تعمل فوركاست على الكوست او السكيل. ودول اهم حاجتين بالنسبه لك انت كبلان، كوست وتايم، وده بيترجم الى سكوب. طيب ازاي ممكن اسال انا على موضوع ال دبليو بي اس ده؟ which of the following is untrue؟ which of the following is untrue؟ هي الدنيا حر مش كده؟ شغال تكييف ولا ايه؟ ولا انا بس اللي حرام؟ كويس؟ لا لا يعني لا مش للدرجات محتمل، يعني هي درجه 23 بس يعني. Which of the following is untrue يا شباب؟ او بي اس انترسكت، ايه الاو بي اس دي؟ Organization Breakdown Structure. اني واحده دي نان اوف ذا اباف لين اربعه. Which of the following is untrue? OBS intersect مع WBS to define a project cost account. ايه البروجكت كوست اكونت ده اللي هو فين؟ اللي فوق الورك بيج اسمه كنترول اكونت، ده موضوع تاني.
لكن البروجكت كوست اكاونت ده اللي لا لا البروجكت كوست اكاونت استخدمه في الكوست كنترول. يعني انت تقدر دلوقتي عندك ال دبليو اس كده والاو بي اس بشكل كده وكل اداره او قسم او مجموعه كرو مسؤولين عن ديليفربل معين. فانت تقدر تحاسب الناس ديت يبقوا كوست سنتر تشوف الارباح والخسائر بتاعتهم من خلال الانترسكت اللي ما هنشوفه دلوقتي الانترسكت اللي موجود ما بين دبليو اس والاو بي اس ده الكوست اكاونت. وفي في البروموفيرا حاجه اسمها كوست اكاونت تقدر تستخدمها. طيب هو السؤال بس حاجه مش مفهومه لو اي حاجه ثانيه بينهم هيبقى في الضغط هو قال لك انترو ليه؟ هو اول واحده دي ترو ولا مش ترو؟ اول واحده دي ترو ولا مش ترو؟ ترو والثانيه لا بس هو مش عامل لك كده هو جايب لك يعني لو الاجابه الاخيره دي صح معنى كده كل اللي فوق ايه؟ ترو تمام. لو واحده من اللي فوق غلط عن الاجابه اللي تحت دي. انا فهمت هو ذكي جدا بيقول لك ايه؟ لو واحده من اللي فوق ديت غلط طب ما هيبقى معنى لا المنام افضل مش 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 هتعمل هتبقى ترو لا هتبقى ترو تبقى ان ترو هتبقى ان ترو واللي فوق كمان ان ترو يبقى معنى كده ان كل اللي فوق ترو على طول باي ماثيماتيكال واي اوف ثينكينج صح؟ انت واخد بالك باشمهندس محمود ده ممتاز ذكاء على فكره قال لك ايه؟ قال لك لو اي واحده من فوق ان ترو هيبقى معنى كده ان انا ابقى باف كمان ايه؟ ان ترو وما ينفعش تبقى الا في اجابه واحده بس اللي هي الان ترو فبما ان في نانو اباف ان ترو يبقى الاجابه الان ترو هي نانو اباف من غير ما يشوف الاجابه صح يبقى احسن كان السؤال ده يتعمل ازاي؟ All of the following are correct except بس بلاش برضه نقول ده بس يعني نفس الحكايه يعني نفس الحكايه لكن احنا عايزين نحلل الاجابات يعني هل فعلا كل الكلام ده صح منطقي ولا في حد عنده اعتراض على اي او بي او سي؟ لما يكون different managers different managers might structure a WBS differently for the same project. اه ده مذكور. حسب الـ لا هو بيقول لك ان يستراكشر الـ WBS نفسه بطرق مختلفة. يعني بدل ما انا اعمله فيزز كده ممكن اعمله بطريقة تانية خالص. فاهمني؟ هو ده اللي يقصد. لو كله الاستراكشر نفسه كل مدير مشروع بيعمله بطريقته الخاصة على حسب خبرته. دي ليه؟ لأن هو اللي بيحط الاستراتيجي. عايز يشوفها فيزز او عايز يشوفها مثلا محاور او عايز يشوفها اعمال على حسب. طيب نشوف السؤال اللي بعده كده. True or false, WBS is a system by which work activities are organized and summarized into like activities. اه ماشي الكلام يعني شكله كده مظبوط. WBS هو هيريكالي فعلا بيتقسم السكوب اوف ورك اليمنتس بتاع البروجكت اللي احنا هنشتغل يعني الاكتيفيتيز اللي بعد كده. طيب ترو اور فولس دبليو بي اس ماي بي اورجنايز از ا ريزلت اوف كابيتال كوستنج ريكوايرمنتس. يعني ايه كابيتال كوستنج ريكوايرمنتس؟ لا هنا مش كابيتال كوستنج بمعنى كابيتال كوستنج بمعنى الكابيتال بتاع الاورجنايزيشن. هو يقصد هنا تكلفه كل ريكوايرمنت. هنا الكابيتال بتعود على الريكوايرمنت مش بتعود على الشركه بتاع الاورجنايزيشن مش راس المال الشغال يعني مش الوركينج كابيتال. الثاني اسمه وركينج كابيتال راس المال العامل اللي هو عباره عن مجموع الاصول ماينس الخصوم كل الاسيتس ماينس الليابيليتي بما فيهم الكاش. ده دي قصه ثانيه. لكن هنا يقول لك كابيتال كوستنج ريكوايرمنت يعني كل ريكوايرمنت الكوست بتاعها راس مالها التكلفه بتاعتها. يبقى صح الكلام ده ولا غلط؟ صح طبعا ده هو كده. ده انت كل ريكوايرمنت شوف الكوست بتاعها. طب انا ممكن اورجنايز بالطريقه ديت واعمل ماب مع الجماعه بتوع الانسانات
طيب how are the scope of work and WBS related؟ هو هو ده هو WBS بكسره بحوله إلى scope of work يبقى more manageable وأقدر بعد كده إن أنا أقدر أعرف ال deliverable phases. How are the WBS and the project schedule related؟ هو من غير WBS مش عارف أعمل schedule لأن WBS باخد منه work packages وحولها إلى activities وبالتالي أقدر أعمل schedule. بعدين كمان بعرف السيكونس من السيكونس اللي ما بين الفيزز وبعضها اللي هي برضو فيزز موجوده في الWS. Describe the difference between work package and cost account. لسه احنا قايلين cost account شويه. انت عندكم الاجابه طبعا بالظبط هو ده علشان تشوف الورك باكج مسؤول عنها مين. هنشوف احنا شكل لطيف قوي دلوقتي. هو كل الكلام ده فعلا اللي انت قلته الكلمتين دول. طيب احنا المفروض عندنا ورك شوب هنا ان احنا نرسم دبليو اس. طبعا انا مش هنعمل الكلام ده لان يعني كلنا بلانرز مش محتاج نقعد نعمل دبليو اس المشروع وكده. لكن هي الفايده الوحيده لما نيجي نعمل او بي اس. يعني لما انا هنط الورك شوب ده بعدين هوريكم الاو بي اس تركيبه الاو بي اس مع الدبليو اس. لطيف ان انا اعملها في الـ على الـ الورق. فخلينا نروح للاو بي اس الاول. بص الشكل ده الاو بي اس بتاعي ده الاورجانيزيشن بريك داون ستراكشر وده الفوت بريك داون ستراكشر. في انترسكشن هنا فين؟ الجزء ده بيقول ان الكرو ده هو المسؤول عن الورك فاكتور. دي الجزئيه بتاعت الكوست اكونت زي ما كنا بنقول عليها. اقدر ان انا احاسب الكرو دوت على ارباح وخسائر مش على حسب البادجت ولا في اوفر بادجت ولا اندر. ليه؟ لان انا عملت انترسكشن الانترسكشن اللي ما بين الاو بي اس مع الدبليو اس. شفناها اللي كانت موجوده في السؤال. يبقى الديليفرابل رقم 6 وانا بعمل بلاننج هو يا جماعه ان يكون عندي اورجنايزيشنال بريك داون ستراكشر. الفائده منه ايه؟ فائده كبيره جدا ان انا بحط اساينمنت للريسورسز باي ريسورسز او باي كرو. طبعا في البروميفيرا بنحطه بقى ريسورس على الدليفر رول. مين اللي بيبقى عنده الاونر شيب؟ مين اللي بيبقى مسؤول؟ بعد كده نقدر نحاسبه. فعمليه الكنترول والكولكتنج داتا والمونيتور والكنترول للليبر هتساعدني فيها الانترسكشن اللي قدامنا ده اللي ما بين دبليو بي اس والاو بي اس. حد عنده اي سؤال؟ واضحه؟ اوكي. طيب نشوف سؤال كده على الديليفربل رقم 6 الخاص بالاو بي اس. بيقول ايه؟ When reporting progress and completion forecast to the client's management, a schedule that is organized on the project OBS provides a list of all equipment resources utilized on the project, ولا a baseline for change management reporting, ولا a useful reporting tool that meets the client's project team special needs, ولا identifies resource utilization and identifies gaps, utilization variances and areas of management attention. عايز بس تبص فيها تاني مش عارف صح ولا غلط بس لما بتعمل ريبورت البروجرس وكمبليشن فوركاست تو ذا كلاينت مانجمنت سكيدول ذات از اورجنايزد اون ذا بروجكت او بي اس بيدي لك ايه؟ انت قلت دي ايدنتيفايز ريسورسز يوتيلايزيشن اند ايدنتيفايز جابس يوتيلايزيشن فارينسز اند ارياز اوف مانجمنت اتنشن. معقول برضه؟ List of all equipment resources utilized in a baseline for change management reporting, a useful reporting tool that meets the client's project. ايه رايكم يا جماعه؟ محمد وريم قال دي دلتا رقم 4. لكن دي شامله حاجات كتير. بنشوف الريسورس يوتيلايزيشن، بنشوف الجابس اللي موجوده والفارينسز عشان يعمل ترند اناليسيس، يعمل فوركاست.
ينفعش. صح. ايه يعني مش هيديك يعني ايه الليست، ايه الليست اوف ايكويبمنت ده؟ مش يعني ريبورت بروجرس هيقول لك ليست اوف ايكويبمنت، ايه الفايده؟ البروجرس هو نسبه الانجاز. احنا طبعا عارفين الفرق في البرفورمانس ريبورت يا جماعه، جواه مجموعه ريبورتس. تيجي تعمل برفورمانس ريبورت انت بتعمل ايه؟ بتعمل ستاتس ريبورت، بتعمل بروجرس ريبورت، بتعمل ترند ريبورت، بتعمل فاريانس اناليسيس، بتعمل فوركاست. الفرق بينهم ايه؟ البرفورمانس ريبورت يحتوي على الستاتس الاول، تكتب كده اكزيكتيف سامري اباوت ذا بروجكت ستاتس، ار يو اهيد اوف ذا سكيدول، اون سكيدول، بيهايند سكيدول، اوفر بادجت، اندر بادجت، اون بادجت، ده الستاتس. وبعدين تنزل للتفاصيل، تفاصيل الايه؟ الباكجز، الديليفرابلز، الفيزز، برضه نفس الكلام، ايه الستاتس بتاعها؟ اهيد، بيهايند، اون، اوفر، اندر، تعمل بتعمل ستاتس ريبورت عن او ده جزء من البرفورمانس عن الكوست والتايم. طيب ما اللي يختلف عن بروجرس ريبورت في ايه بقى؟ برضه بتقول اكزيكتيف سامري عن هاو ماتش يور تيم اكومبلش سو فار، خلصنا كام في الميه برسنتج بقى. طب وكان المفروض نخلص كام في الميه؟ هتخش في الحته بتاعت الفاريانس اناليس، انا خلصت 20% من المشروع واكوردنج ذا بلان كان المفروض اكون مخلص 15%، يبقى انا عندي في الستيتس بقى مشكله في 5%. وبقى يروح نازل في تفاصيل، ده كله مش حاطط في الاكزيكتيف سامري الاول، نازل في التفاصيل. التفاصيل دي ممكن تكون باي فيزز، ممكن تكون باي ديليفرابلز، ممكن تكون زي ما يكون على حسب الكونتراكت بيقول لك هو عايز ايه في الريبورت. ما احنا اتكلمنا دلوقتي على الستيتس ريبورت كجزء من البرفورمانس ريبورت، على البروجرس ريبورت كجزء من البرفورمانس ريبورت، على الفاريانس اناليسيز اللي انت بتقارن فيها ما بين تاخد البروجرس وتقارن بين وبين الاكشوال بروجرس او الاكشوال وبالبلان وبالبلان، وعايز بقى تعمل ترند اناليسيس. الترند اناليسيس هو ان انت بتعمل ستور برفورمانس، عارفين الفيتشر بتاع الستور برفورمانس في البروماديرا بتعمله ليه؟ عشان تقدر تشوف اللي حصل وتعرف تعمل الفوركاست، تشوف الفوركاست بعد كده بناء على الترند، عشان تعرف اناليسيس الترند بتشوف ايه اللي حصل في البيريود اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها واللي قبليها، فتقدر تعرف ترند مثلا ان مثلا في اول شهر انا كنت متقدم 5 ايام، ثاني شهر التقدم بتاعي 5 ايام، ثالث شهر التقدم بتاعي ب5 ايام، انا في الشهر الرابع دلوقتي. طيب خامس شهر او رابع شهر التقدم بتاعي هيكون ايه؟ بما انه هو في ال3 شهور اللي فاتوا لينير بنفس الشكل كده 5 ايام، يبقى انا برضه هفضل متقدم ب5 ايام. فده الفوركاست اللي ممكن تعمله. طبعا الفوركاست في الكوست ليه طرق تانية مختلفه، بيحسبوا لك البروموديرا على طول بناء على الكوست اللي عندك. فالترند اناليسيس والفاريانس اناليسيس والفوركاست سواء بالارنت فاليو او غيره، بالاناليسيس بتاعه النتورك والبروجرس والستاتس، كل ده جزء منين؟ من البرفورمانس ريبورت. احنا اتكلمنا عن البرفورمانس ريبورت ليه؟ انا نسيت ايه اللي دخلنا في البرفورمانس ريبورت؟ عشان هو بيتكلم عن الريبورتنج بروجرس، هنا بيتكلم عن بروجرس. صح. طيب وات از ان او بي اس؟ ايه الاو بي اس ده يا جماعه؟ اسئله سهله جدا يا ريت تيجي في الامتحان، وبس بترينفورس الانفورميشن. هو الاورجنايزيشن بريك داون ستراكشر اللي بيعمل بريك داون ل بريك داون ذا سكوب اوف ورك انتو اورجنايزيشن فانكشن. كل سكوب اوف ورك عندي بربطه مع الاورجنايزيشن فانكشن. انا اوريدي موجود عندي الورك الاورجنايزيشن بريك داون ستراكشر موجود عندي. طيب الكوست بريك داون ستراكشر، حد عمل كوست بريك داون ستراكشر قبل كده؟ هو اي بريك داون ستراكشر هدف منه كاتيجورايزيشن. صح. والكاتيجورايزيشن بتاع الاو بي اس مع الدبليو بي اس اداني كوست كوست اكاونت زي ما احنا شفنا كده الانترسكشن. طيب ليه انا هعمل بقى السي بي اس؟ طبعا في سي بي اس وفي ار بي اس، ريسورس بريك داون ستراكشر، في ريسك بريك داون ستراكشر، كله بريك داون ستراكشر ده هستفيد منه في كاتيجورايزيشن بقى للكوست بتاعي. هو الكوست بتاعك عموما انواعه ايه؟ انواع الكوست اللي انت بتشتغل عليه في المشروع بتاعك؟ دايركت وإندايركت، مش كده؟ ايه الفرق بين الدايركت والإندايركت كوست؟ الدايركت
البند ده وبس حصريا على البند ده على اكتر من بند ما تقدرش تحددها على بند واحد مظبوط. طيب انت في مشروعك وانت بتحسب الكوست بتحسب الكوست الدايركت ولا الاندايركت؟ احنا بنحسب الدايركت احنا كبلانر سكيدولر بنحسب الدايركت. يعني لما كنت بشتغل في سنه 2001 اشتغلت سنه كده بلاننج كوست كنترول مانجر لشركه في السعوديه اسمها بنجرالا جروب. بنجرالا جروب شركه من الشركات الكبيره وعندها شغل بيلدينجز وعندها شغل انفراستراكشر. انا كنت بشتغل في الجزء بتاع البيلدينجز يعني عندنا اماره الباحه والكليه التقنيه في نجران 11 ده بعديها ب 10 سنين. فانا كنت ماسك بلاننج سكيدولينج كان بشتغل معاه المهندس وليد اللي كلمته امبارح على فكره قال لي ما بتباتش الا في الريسورس اساين كان هو الجينيور بلانر اللي معايا والنهارده ما شاء الله سينيور بلانر في شركه ايطالي في السعوديه مع وزاره الداخليه وكده. فهو اللي كان ماسك مثلا مشروع الكليه التقنيه في نجران. المشروع ده كان ب 100 مليون ريال اهمها كان 100 مليون ريال دي حاجه جامده 2001 يعني وكان المشروع 18 بيلدينج فعندك بقى ايه افقي افقي كتير ومشترك البيلدينجز ليها. فكان لما الحته اللي عايز اقولها لك بقى كان كنا عاملين ريسورس اساينمنت وسبكتراكتور وبتاع الكوست ال 100 مليون دول كان صاحب الشركه يقول لنا ايه انا بتوعي منهم 20 وال 80 دول مع مدير المشروع يبقى احنا عايزين نوزع ال 80 على ايه؟ هو ده على كل مشروع هو على حسب البي او كيو خلاص بقسم 20% وبعمل اناليسيز كنا حاطين اناليسيز ده على الاكسل وبتاع على الاكتيفيتيز كلها كويس؟ حتى كنا لسه شغالين بالبرومودرا القديم يعني 3.1. فالجزء بتاع الكوست احنا بنتعامل في المشروع على الدايركت كوست ولو مدير المشروع قدر ان هو يوفر من ال 80 مليون دولار بيديله نسبه من التوفير كبونص وبتاع وحاجات انما طبعا الموظفين العاديين بقى الغلابه ما بياخدوش حاجه. هو اتحط في كوست خالص. فالسي بي اس او الكوست بريك داون ستراكشر يا اما بيكون شكل هيراركالي بيتحط كده برانك ويرول اب من تحت لفوق يا اما تجمعه وتنزله من فوق لتحت على البادجت الريسورس بتاعتك وتحولها الى الاليمنت بتاعت الكوست كلها تتكلم على الليبر والنون ليبر والماتيريال. تمام؟ انا جاوبت لك بقى على سؤال بتاع الكونفير وسالناه بعت لي امبارح بالليل بس انا ما بعتلكش قال لي لا مش هتبان الا بدل ماتيريال مش هتبان الا تحت. مش مهم انت تقدر تسورت بقى في زي ما انت عايز خدها بالكود او الدبليو اس وسورت بقى في الاكسل سهل. مفيش بلانر مش شاطر في الاكسل وبيستخدم البيفوت تيبل وبتاع والحاجات شويه حاجات صغيره دي والمعادلات علشان ما انت حتى البروموفيرا الجديد ده برضو انت محتاج اكسل عشان تظبط بس في حاجات بتقع وانت ما بتعمله بتوديه في الاكسل للاسف يعني حاجات من الريسورس بتقع بقى مش عارفين يظبطوها يا اخي مش عارف ليه. ما ارجعها طبعا انتوا ما بتشتغلوش على سوفت وير لانك انت بروجكت مانجر وانت بروجكت انجينير بس انا انصحكم ان انتوا تاخدوا كورس سوفت وير. انت خدته؟ لا انا خدت بروجرامير بس طبعا يعني كان انا استخدمه في السكيل بتاع الكورس بتاع التليكوم. انتوا المشاريع عندكم يا دوبك على قد ام اس بروجكت ما هي نفس الكلام برضه بس الام اس بروجكت ده انا قلت لك بقى من مشاكله فلما نيجي نتكلم على السكيدولينج موضوع الاوبن اند ده وموضوع تغيير التواريخ لما انت عايز والحاجات دي. طيب الكوست بيبقى موست تيبيكال كاتيجورايزيشن بتاعه زي ما احنا شايفين كده ليبر ونون ليبر والماتيريال وبنتكلم على دايركت واحيانا بنحط الاندايركت كوست على جنب او بنحطه برده. اذا هنيجي نقول مثلا ايه في جزء من الدايركت كوست بنقسمه بيبقى اندايركت كوست يعني انت في ال 80 مليون بتوع المشروع هتحط مدير المشروع والبلانر دايركت ولا اندايركت كوست؟
هتحطوا اندايركت بس 200 من ال 80 مليون اللي هو دايركت. طب انا اعمل ايه بقى علشان على ها انا بلا انا بعمل اكتيفيتي اسمه بروجكت مانجمنت وهحط فيه الريسورسز اللي بتشتغل في التاريخ بتاعها. يعني جبت مدير مشروع من الاول لاخر خلاص اتحط على الاكتيفيتي ده بيبقى ليفل اوف ايفورت يعني او بهمك انت ليفل اوف ايفورت وتحط التاريخ بتاعه على الريسورس يبدا مع بدايه المشروع مش هتحطه اكتيفيتي برضه وتعمله اكتيفيتي عادي وبتاع وكل حاجه وتربطه مع البدايه وجبت مهندس كهرباء بعد شهرين ثلاثه يبقى هتحطه انت عايز مهندس كهرباء بعد شهرين ثلاثه وتحط بلان وكل حاجه. وكتير من العقود بيبقى البروجكت مانجمنت اكتيفيتي ده بتاخد عليه فلوس بيبقى بي كيو ايتم في عقود كده بتبقى في البي كيو ايتم بيبقى بالظبط فهو اصلح بقى الكوست على اكتيفيتي. طبعا علشان هو الكونسبت هو الدايركت لا بس انا ما بعمل لا هو الكونسبت دايركت وبحط في الدبليو اس بتاعي ديليفربل اسمه بروجكت مانجمنت. انت فاهمني ليه؟ لان الفلسفه بتاعته ان انت هتاخد عليه فلوس. لكن لو مش هتاخد عليه فلوس مش عايز تخش في القصه دي مش موجود في البي او كيو زي ما قال باشمهندس بتحط ناس وخلاص. لكن الاصح لان جزء من الاعمال بتاعه البروجكت مانجمنت بتاعتك الموجوده في الدبليو اس بروجكت مانجمنت بالاكتيفيتيز بتاعته بالتيم بتاعه ده الاصح من وجهه نظري. محتاج انك تعرف شويه تيرمز عشان تقدر تعمل عمل البوست بريك داون ستراكشر وتشوف الاليمنت اوف كورس سواء ليبر او ماتيريال وتقسمه دايركت دايركت. محتاج انك تفهم ايه هو السكوب اوف ورك الجول والاوبجيكتيف بتاع المشروع ويكون عندك طبعا او بي اس والدبليو اس. طيب اتكلمنا على ان كل مشروع محتاج السي بي اس كوست بريك داون ستراكشر علشان يقدر يديفاين الرينج اوف اليمنتس بتاع الكوست اللي احنا هنستخدمه اثناء التنفيذ وهتديفلوب السي بي اس ديت. لما تديفلوب السي بي اس هيساعدك انت تعمل تراكنج للكوست الاكشوال كوست فيرسز البادجت كوست او الاستيميتد كوست. والكونستراكشن عادة بيعمل عملية الرول اب سمرايزيشن للاكتيفيتيز على ورك باكج على ورك كنترول اكونت من بوتوم للاب او العكس. في اوقات في بداية المشروع انت بتعمل توب داون للكوست بتاخد المبلغ وتقسمه بنسب على الباكج. يعني في الكونستراكشن مثلا معروف ان العمالة اللي بتشتغل لو انت بتشتغل بعمالتك مش سب كونتراكتور يعني بتساوي من 12.5 ل 15% من البنود اللي موجوده عندك. اعمال الكونكريت بتعمل حوالي 30% من البنود اللي عندك 25 ل 30. اعمال الالكتروميكانيكال هي اكتر حاجه واللي بقى فانت بتحط نسب بحيث ان انت تقدر تسيح الكوست بتاعك على الورك بريك داون ستراكشر. ناخد الكام سؤال دول وناخد البريك بتاعنا. السي بي اس should generally انا عمال اقرا كل الاسئله ما تقرا انتوا ترى محمد مصطفى لو سمحت. CBS should generally not include indirect costs. Should generally not include indirect costs. It's not absolutely essential for effective management of the project. Allows relative comparison of action versus planned costs. All of the above allows ready comparison of actual versus plan. هو احنا مش قلنا ان هو ممكن to include direct and indirect. لسه قايلنا هنا في السمري قلنا ان احنا ممكن نحط direct and indirect. وفلسفنا موضوع indirect دوت ان هو indirect اللي موجود جوه المشروع اللي بيتكلم على البروجكت مانجر والتيم وكده. يبقى should generally not include. ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ مش مظبوط. طيب is not absolutely essential ما هياش اساسيه خالص لإفكتيف مانجمنت للارج بروجكت. ده هي اساسيه جدا مش كده؟ يبقى is not absolutely essential لا. انما allows ready comparison of actual versus planned cost. ايوه
الكوست اكاونت ونشوف الاكشوال فيرسز البادجت كوست بتاعه. طيب وات از سي بي اس محمد ابراهيم؟ كوست بريك داون ستراكشر يعني لو حبيت تتكلم عليه بالبلدي ايه هو؟ تقسيم الكوست بتاع المشروع لكذا نوع من الكوست حسب الكوست اللي ركبت فيه. وليبر وماتيريال واكويبمنت صح هو ده كده هو سي بي اس ستراكشر هو بريك داون على الكوست تايب وساتش الليبر والماتيريال ودايركت اندر ماشي يا اسط اوكي هاو از ذا سي بي اس ريليتد تو ذا دبليو بي اس اند او بي اس بالانترسكشن اللي موجود ما بين الدبليو بي اس والاو بي اس عشان اقدر اعرف الكوست كام يبقى سي بي اس از ذا انترسكشن اوف ذا دبليو بي اس اند او بي اس كان ذا سي بي اس بي بروكن داون بتوين دايركت اند اندايركت كوست ممكن ممكن او مش ممكن ممكن لسه قايلين لكن السؤال كان بيتكلم طيب هنا بيقول لك الكيس ستادي عايزين نديفلوب السي بي اس مع الانترسكشن دبليو اس او بي اس يعني المشروع ده عايزين نرسم له دبليو بي اس واو بي اس عشان نشوف الانترسكشن بتاعهم فبالتالي نشوف الكوست بريك داون ستراكشر هيبقى ازاي في اكويبمنت في ماتيريال في ليبر فده هنعمله بعد البريك احنا هناخد دلوقتي البريك بتاعنا الساعه 8 لتلت او نيجي 8 و10 ان شاء الله